ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد معانا النهارده، هنقضي يوم كده مع بعض حلو. اول حاجه كده طبعا بعد ما مضيت مروان كان معايا جاسر، وكان عندنا ميعاد عند الدكتوره بتاعته، فقلت يلا كده على ميعاد يجي نفطر في البار. دخلت طبعا زي ما انتم شايفين الفطار المعتاد، طلبت كابتشينو ومعاه كده برضو واحده كورنيتا او كرواسون بالكريمه، بحبها قوي. وده الفيو مش هيبقى واضح قوي لان الجو شمس بره وساقعه نوعا ما، وهكذا يعني. المهم في اليوم ده عايزه اقول لكم ان انا خلاص بعد ما وديت جسر الحضانه وكده، رجعت عملت كيك شاركتها معاكم وقلت لكم طريقتها. كيكه الحليب حلوه قوي قوي قوي. طبعا انا الايام اللي بحب اعمل فيها كيكات كده بحب اعملها، وخصوصا لما تبقى عندي الشقه نظيفه. تمام، بعملها بالطريقه العاديه وكلكم شكرتوا في طريقتها، والحمد لله ان في بنات منكم اعتمدت الطريقه دي وبتعمل معاها الكيكه وبتطلع احلى كيكه. تمام، ليه بقى بعمل كيكه وكده؟ لان عندي الفرن بتاع البوتاجاز مش نظيف، فبصراحه كده قلت ايه قبل ما اغسله خليني كده استخدمه شويه وبعد كده ابدا بقى انضفه. فقولوا لي بقى انتوا زي حالتي كده لما تبقى هتعملوا نظافه للفرن بتخلصوا كل الطبخات اللي انتوا عايزين تعملوها فيه عشان يفضل طول اليوم كده نظيف ولا لا؟ بصراحه بحس ان انا لما بانجز وفي الاوقات خلاص ماشي هستخدم فرن النهارده، بحب بقى انضفه وهو سخن، يعني يكون اول ما يبرد مش قوي احط فيه المنظف على طول كده وابدا ان انا انضفه، بيطلع كل الدهون دي حاجه. الحاجه التانية انا بصراحه ما بسيبوش ان هو يجيب كميه يعني فظيعه من الدهون بقى واسيب كل حاجه عليه، لا انا اول باول كده بنضفه وبعمله. كمان برضو من ضمن الحاجات اللي كنت عملتها، عملت بيتزا على السريع كده ليا انا وجاسر، ف بكوبايه دقيق واحده بقى ورشه ملح صغيرين وشويه كده من الخميره، يعني حاجه كده سريعه قلت اتغدى بيها وفي نفس الوقت الفرن يلا شغال. انا بصراحه بحب قوي انجز يعني لما بكون بعمل حاجه اعمل معاها كذا حاجه كده. هتغدى زي ما انتم شايفين كده بيتزا عاديه خالص جدا جدا، العجينه كوبايه دقيق، معلقه سكر صغيره، رشه ملح، معلقتين زيت صغيرين برضو، وكمان حطيت عليها نص معلقه صغيره جدا من الخميره الفوريه، وبدات ان انا احط صلصه كده واوريجانو اللي هو زعتر وجبنه موتزاريلا وتونه بحبها قوي بالتونه، وكمان احط عليها زيتون. تمام كده، زيتون بقى اللي هو متقطع مخلي كده ليه يعني يديها شكل البيتزا او اي حاجه والسلام. يعني انا بصراحه في وقت اللي بيبقى فيه غدا الظهر ده او يعني ايه حاجه كده تقويني بس في اليوم عشان اخلص كل الحاجات اللي ورايا، فلما بيجي ميعاد الغدا الساعه واحدة 12 ونص كده ببدا افكر اعمل ايه اعمل ايه. طبعا لو في اكل فايض بقى وبايت من امبارح دي بتبقى عظمه بصراحه، يعني في الاوقات اللي بعمل فيها مكرونه بشاميل او يا سلام بقى لو طبق مسقعه بقى من امبارح بالليل كده يا تسخنيه، فبيبقى حاجه من الحاجات الحلوه لان انا ما بحبش اتصنع بقى واعمل الاكله الاساسيه غير طبعا مع لمه العيله. تمام كده، فهحط دي بقى كده البيتزا بتاعتنا في الفرن. عايزه اقول لكم ان الكيكه بتاعتي طلعت وتمام والفيديو بتاعها نزل لكم اساسا. تمام، بصوا بقى دي البيتزا بعد ما طلعت شكلها يشهي وطعمها حلو قوي بصراحه. اي نعم هي ما قعدتش كتير تخمر، انا سبتها بس 10 دقائق على ما عملت الكيكه، ولكن بجد طعمها حلو جدا جدا. لازم جنب البيتزا اكيد بطاطس، احنا نخربها يا جماعه نخربها، مش انا بقول لكم دايت لا خالص. دايت ايه؟ انا طبعا باكل اكل عادي زي زيكم، اوقات بعك كده اوقات يعني بيبقى بحاول امشيها اكل صحي. تعالوا بقى كده بعد ما اتغدى هوريكم عملت ايه. الفرن هنا بقى كان هدي شويه ودرجه السخونيه بتاعته يعني راحت تماما، ولكن لسه في شويه كده عشان يطلع لي الدهون. الدهون طبعا زي ما انتم شايفين كل ما كان فرنك نظيف بتنضفيه بسهوله جدا جدا، لكن طبعا لو في كميه كبيره من الدهون اعتقد وهو سخن هينزل لك كل الدهون اللي هو فيه. انا هنا رشيت عليه المنظف اللي انا بستخدمه للفرن. تمام، كنت وريته لكم برضو قبل كده، وهبدا بقى ان انا اعمله، انا اشيل كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده في بقع، يعني زي ما انتم شايفين بقى بصراحه. بصوا اللمعه الاخيره دي حاجه كده بتخليكي لا ياه قد ايه انت كنت وحش يا عم، ودلوقتي الحمد لله يعني زي ما انتم شايفين حاولت انضفه بقدر المستطاع. تعالوا بقى كده عشان خلاص فاضل نص ساعه واروح اجيب مروان، فهنا بقى قلت اعملي كوبايه قهوه. دي جينسينج كنت جبتها معاكم قبل كده، بحب قوي من المشروبات اللي بحب اشربها بره رغم ان هو فيه سكر. انا من الناس برضو ساعات بشرب القهوه من غير سكر، ولكن الكافيه ده بالذات بيبقى فيه سكر، حتى الكبسولات دي طعمها كمان فيها سكر، فلو انت ما بتحبيش الحاجه مسكره قوي ما تحطيش عليه سكر لو عندك نفس المكنه دي وبتجيبي بتحب الجينسينج يعني. فده بقى الوقت بصراحة اللي هو ايه قبل ما اروح اجيب مروان ويكون جاسر معايا كده، الوقت ده بيبقى من الساعة 2 كده 2:30 3، الوقت ده بيبقى خلاص وقت الروقان بالنسبة لي، ان هو انا همشي
فلازم افصل دماغي بقى، عشان وقت عودة الولاد دي من الحضانة بيبقى ليها رونق تاني. الولاد طبعا بيرجعوا يعني لو الجو حلو والشمس حلوة بتخرجيهم برا شوية مش عارفة ايه، او لو هترجعي البيت تكوني مخلصة كل حاجتك بدري. في ناس كتير منكم بيقول لي ايه ازاي ننظم وقتنا مع اطفال. ان شاء الله هحاول كده اعمل لكم فيديو تاني مختلف بالورقة والقلم واقول لكم انا بعمل ايه بالظبط رغم ان وجود الاطفال. وكمان في بنات عايزة تاخد كورسات، في بنات منكم عايزة تعمل الرخصة، فازاي انتي اعمل كل ده وانا ماما وبنظف وبعمل والولاد وبنصرخ والحاجات دي كلها. بصوا كده بقى انا قعدت وعملت القهوة. طبعا فتحت كرتون لجسر وانا قعدت معاه. عايزه اقول لكم برضو البنات اللي بتتعلم اللغه الايطالي افتح بنات كرتون ايطالي هتتعلموا منه اسماء الحيوانات، هتتعلموا منه حاجات حلوه برضو هتبقى حلوه جدا جدا معاكم. عايزه اقول لكم برضو من ضمن الحاجات اللي جبتها وانا بره، بما ان اليوم كان بره انا كنت برضو رحت السوبر ماركت الليدل. الليدل اول ما بتدخليه كده او اول ما بتدخلي اي سوبر ماركت هنا بتلاقي ورد، فانا بصراحه كنت حاسه ان انا عايزه، لا انا عاشقه للورد، فعايزه كده اغير من مودي واجيب لنفسي بوكيه ورد كده حلو، فجبت اتنين مش واحد بس زي ما انتم شايفين. بحب قوي الورد جدا، بيديني طاقة يعني ايجابية وبيغير من نفسيتي لو انا مضغوطة لو انا متضايقة او مخنوقة. طبعا انتوا عارفين ان احنا هنا لوحدنا وفي حاجات كتير بنعملها لوحدنا، والامهات بتبقى محتاجة ان هي تغير جو، فدايما خلي جنبك وانتي في المطبخ او في اكتر مكان بتحبيه اكتر حاجة بتحبيها، يعني اللي بتغير نفسيتك ايه. انا مثلا بشرب قهوة وتمام، واشوف اي خضرة او اخرج اتمشى شوية بيغير من نفسيتي جدا، فانتي شوفي ايه الحاجة اللي بتفرق مع نفسيتك. تمام كده. وبرده الورد والنباتات في البيت عموما بتبقى من الحاجات الحلوة قوي، ولكن انا بصراحة يعني بخاف اجيبها. انا عندي زي ما انتم شايفين عندي كام زرعة كده في البيت، ولكن في منهم صناعي في منهم حقيقي. بخاف من الحقيقي، مش بخاف ولكن الاطفال صغيرين فبيبهدلوا بالطين وانا ما عنديش صبر بصراحة شوية، فعشان اتفادى كده بحاول ان انا اجيب شوية من الحاجات الطبيعية اللي انا بحبها اللي هي الورد الحقيقي زي ما انتم شايفين كده الطبيعي، وبقية الشقة بقى الديكورات بتبقى بالورد الصناعي عادي مش هيخسر لحد ما الولاد بقى يكبروا ويعرفوا قد ايه يعني ان الحاجات دي حلوة وكده. تمام. فانتي بقى حاولوا كده بنات يعني عايزه ورد يا ابراهيم غيره من النفسيه بقى، ما تستنيش ابراهيم يجيب لك ورد، هاتي ورد لنفسك. بيغير جدا جدا النفسيه والله. لو انتي بتحبي الورد مره كده وانتي بتعملي اسبيزا اللي هو بتعملي بتجيبي حاجه البيت غيري مره، مثلا جيبي لنفسك بوكي ورد وخليه جنبك كده في المطبخ في بوزه كده شكلها حلو على السفره او انتي المكان اللي انتي بتقعدي تشربي فيه قهوه، غير جدا. بصوا شكلها حلو قوي قوي قوي. هنا برضو هحط الاصفر. عايزه اقول لكم ان انا كنت بعملهم في الوقت اللي كان مروان راجع فيه من الحضانه عشان شاركني ونعمل مع بعض، وفي نفس الوقت كان فرحان قوي ان هو جايب ورد وقال لي يا ماما انا هاخد ورده للمدرسه. يعني انت يا ابني ما جبتهاش ليا بس يلا مفيش مشكله. ففعلا اخد لها واحدة تاني يوم وكانت من الحاجات الحلوة قوي اللي يعني فرحت بيها. فخليكوا كده فرحوا نفسكوا بنفسكوا يعني ما تستنوش حد يفرحكوا يا جماعة. بصوا شكلها حلوة قوي قوي وبجد من الحاجات الحلوة. قولوا لي بقى انتوا زي حياتي مين فيكم بيحب ريحة الورد والياسمين؟ انا بحبهم جدا جدا بصراحة، واللافندر من اكتر الحاجات اللي بحبها. عايزة اقول لكم انتوا هتشوفوني في الفيديو لابسة بيجامتين، لان انا لما بكون بعمل حاجات الصبح وكده ببقى اكون لابسه بيجامه، لكن طبعا بعد التنظيف وما بتقفي في المطبخ وتطبخي وكده بتبقى طبعا ريحتك بصل وتوم وحاجات. فانا من الناس اللي ما بحبش اخرج ابدا اجيب مروان وانا يعني ريحتي فيها بصل او توم او حاجات من دي، فبحب اخد شاور وفي نفس الوقت اغير البيجامه اللي انا طبخت بيها عشان يبقى ريحتي حلوه كده مع اولادي واحنا قاعدين. تمام. دي بقى الاكل او الغذاء بتاع الورد. انا مش خبيره في الحاجات دي على فكره. بس حبيت برضو ان انا اوريكو انا بعمل معاها ايه. هنا بقى هنبدا نرصها واحده واحده كده نشوف شكلها في الاخر. انا طبعا عملت حاولت ان انا اعمل ماتشنج بين الاثنين بين الاصفر والاحمر. عايزه اقول لكم شكلهم طلع تحفه وفي نفس الوقت بيدي طاقه كده، يا اما تخشي المطبخ وتلاقي على السفره بتاعتك كده او الترابيزه او المكان اللي انت حاطه فيه او جنب التلفزيون في ورد حقيقي ريحته حلوه بيغير مود. لا بتفرق جدا جدا بصراحه.
وشكلهم حلو جدا. ده بقى شكل الفازة بتاعتنا كده. بصوا انا هنا طبعا حطيتها في الكافي كورنر او في المكان اللي فيه القهوة والحاجات، لان ده اكتر مكان انا بحبه في المطبخ، ودايما ببقى قاعدة جنبه او دايما عيني عليه، لان اكتر مكان يعني ببقى واقفة اجهز فيه الفطار، واقفة مثلا لو بعمل مخبوزات بعمل حاجة ببقى واقفة فيه فعلا. فدي بجد بتبقى شكلها حلوة قوي قوي قوي، حاجة كده بتغير المود. ايه رأيكم؟ عايزة رأيكم تحت في الكومنتات، قولولي رأيكم في الورد وذوقي فيه حلو ولا لأ، ونحاول برضو الفترة الجاية نعمل مع بعض حاجات كتير ان شاء الله. عايزة اقولكم بقى هنا خلاص دخلنا على العشاء. العشاء بتاعنا برضو هنعمل مع بعض كده نيوكي، هنعمله بالكريم حلو قوي. نيوكي انا كنت عملته لكم مع بعض وصفة قبل كده زمان، عملنا العجينة بتاعته، ولكن انا المرة دي زي ما انتم شايفين جايباه من الليدل، كان في عرض عليه جبته بالشكل ده. هنا 600 جرام، ودي علبة بنة اللي هي الكريمة اللباني، وهنا فورماجو هو ده اللي انا هستخدمه، وهيبقى معاها مكعب من الزيت وفص توم واحد. لو انت بقى ما بتحبيش تستخدمي توم مفيش مشكلة خالص، هو سهل جدا وطريقته سهلة جدا جدا جدا، اسهل عشان ممكن تعمليه وتعملي جنبه فراخ بانيه او اي بستكة لحمة كده، او حتى تسلقي بيض، يعني حلو بصراحة ووصفة حلوة قوي. كل اللي انا عملته ان انا حطيت مية هنا تغلي على النار، ونزلت عليها بالنيوكي. طبعا المية ما فيهاش اي حاجة غير ملح بس، ما بحطش فيها زيت ولا اي حاجة، هو بس مية. هسيبها كده هعرف منين ان هو استوى ايه. زي ما انتم شايفين النيوكي في قاع الحلة، اول ما هيبدأ يطلع معايا كده على الوش بتاعها هوريكم شكلها يعني، وبياخدش 5 دقايق بالظبط على النار. بصوا زي ما انتم شايفين بيعمل كده، وبيبدأ بقى ان هو يطفو على النار. تمام، في الوقت ده هو بيبقى النيوكي معاكي استوى، لانه اساسا عبارة عن بطاطس ودقيق، فبيستوي بكل سهولة. اسفة طبعا على صوتي. هنا بقى هنعمل الصوص بتاعه، سهل جدا، عندي مكعب من الزبده وفص توم زي ما قلت لكم. انا بصراحه ما بحبش اكتر له التوم لان التوم بيتعبني وانتوا عارفين، فهنا حطيت مكعب من الزبده وبدات ان انا كده على نار عاليه عشان بس التوم اشم ريحته. تمام، مش هحمره، انا بس هشم ريحته يعني يطلع ريحه التوم العاديه اللي احنا بنحس بيها جدا في الاكلات، على ما الزبده تفك معايا كده. وبس هبدا انزل عليه بقى بالكريمه بتاعتي، وكمان كوبايه من ميه النيوكي عشان اعمل الصوص بتاعه. اسهل صوص ممكن تعمليه لاي نوع مكرونه، سواء بقى هتعملي نيوكي او لو عايزه تعملي كريمة الوايت صوص. دي برضو انا بستخدمها في الوايت صوص، حلوة قوي، لان هي اساسا بتتعمل كده. زي ما انتم شايفين التوم بتاعي كده خلاص طلع البرفوم بتاعه او الريحة بتاعته، فهبدأ انزل عليه بعلبة البنة. اهي حلوة قوي، بصوا زي ما انتم شايفين هبدأ اهدي النار. دي بقى كوباية من مية اللي انا سلقت فيها النيوكي، طبعا بعد ما بصفيه باخد منها كوباية عشان تعمل ربط وتدي طعم حلو قوي للصلصة بتاعتنا. تمام، هنضيف بقى سنة بسيطة من الملح، ما نحاولش نكتر، حبة صغيرة جدا، وبعد كده هضيف جبنة مبشورة، اي نوع جبنة مبشورة عندكم. تمام، انا هنا طبعا المتوفر هنا في ايطاليا فيه كتير جدا من انواع الجبن، انا هحط جبنة جرانا زي ما انتم شايفين كده مبشورة، بتدي تستعالي قوي 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 للصوص ده. ممكن الصوص ده تستخدموه بقى في اي نوع مكرونة زي ما قلت لكم، او اي نوع نيوكي عادي او رافيولي، بيبقى طعمه حلو قوي قوي برضو. في نفس الوقت الصوص ده طعمه خطير 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 خطير. كده الصوص بتاعنا جاهز، هبدأ ان انا انزل عليه النيوكي بتاعنا اللي احنا سلقناه بكل سهولة، وهبدأ ان انا اقلب كويس قوي دقيقة واحدة بس مش اكتر، وبعد كده هبدا ان انا اقدمه في الاطباق. يعني وجبه عشاء سهله وبسيطه، من احلى الحاجات بجد اللي بتتعمل. في ناس كتير ما حبتش طعم النيوكي، ولكن النيوكي طعمه حلو قوي يا بنات، يعني جربوا منه. انا بحب قوي نيوكي ببطاطا، طعمه خطير بالذات في الوصفه دي. بصوا زي ما انتم شايفين كده هقلب بقى، وخلاص كده الطبق بتاعنا هيبقى جاهز على التقديم. تقدروا تعملوا جنبه زي ما قلت لكم بستيكه دي بول اللي هي فراخ
بانيه، او تعملوا فراخ لحمه، او تعملوا بيض مسلوق وجنبه بطاطس محمره يعني، وسلطه، وخلاص على كده اكله وعشوه خفيفه وحلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى كده نقدمه واوريكم شكله النهائي. هقدمه ازاي؟ هقدمه في طبق عادي خالص، وبعد كده هحط عليه رشة بسيطة من الفورماجو اللي هو الجبنة المبشورة، وبس كده هتعلي التست معانا ويخلي طعمه حلو قوي قوي قوي. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واستمتعتم معايا بالفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، ويا رب يكون في اقرب وقت ممكن. باي باي.